أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، في إطار التدريس عن بعد نرحب بكم معنا لمتابعة درس من دروس مادة التاريخ مستوى الجذع المشترك تحت عنوان الثورات الاجتماعية والسياسية، الثورة الفرنسية. وقبل التطرق إلى تقديم إشكالي، سوف نبدأ بنص تمهيدي ليعطي يعني نظرة موجزة عن مفهوم الثورة الفرنسية. إن جميع الثورات المدنية والسياسية كان لها وطن حصلت فيه، أما الثورة الفرنسية فلم يكن لها وطن خاص بها. لقد رأيناها توحد الناس أو تفرقهم حسب القانون والعادات والخاصيات. لقد جعلت الأعداء مواطنين أحيانا، وجعلت الأجانب إخوانا. إنها شكلت فوق كل الوطنيات الخاصة أمة ثقافية موحدة، حيث أن جميع الأمم أصبحوا مواطنين. أعزائي التلاميذ، من خلال هذا النص التمهيدي رأينا أن الثورة الفرنسية لم يكن لها تأثير على الفرنسيين فقط، وإنما كان صداها خارج فرنسا، أي في دول أخرى سواء أوروبية أو أمريكية أو باقي بقاع العالم. إذن هذه الثورة التي تحدثنا عنها شكلت حدثا تاريخيا بارزا سنة 1789، فما هي إذن مظاهرها وأسبابها؟ ثم ما هي مراحلها؟ وأخيرا ما هي النتائج المترتبة عنها؟ إذن أعزائي التلاميذ، سنبدأ بالإجابة عن الإشكالية الأولى تحت عنوان أسباب الثورة الفرنسية. إذن سنشتغل على مجموعة من الدعامات. سنبدأ بالدعامة الأولى والتي تمثل لنا التراتبية الاجتماعية في فرنسا قبل الثورة. فنلاحظ من خلال هذه الدعامة أن المجتمع الفرنسي قبل الثورة كان يقسم إلى ثلاث هيئات رئيسية. الهيئة الأولى يمثلها النبلاء، والثانية يمثلها الإكليروس أو رجال الدين، ثم الهيئة الثالثة التي يمثلها أو تمثلها الطبقة البرجوازية، العمال، الحرفيون، الفلاحون، أي باقي الشعب. وعليه فهذه الفئات تمثيليتها في المجتمع الفرنسي كانت متفاوتة أو متباينة. فنجد أن النبلاء، رغم أن هذه الهيئة كانت في قمة الهرم الاجتماعي، إلا أنها لا تمثل إلا 2% من المجتمع الفرنسي. ونفس الشيء بالنسبة لرجال الدين، هذه الهيئة تمثل فقط 1%. أما أخيرا فنجد أن الهيئة الثالثة التي وجدناها في قاعدة الفئات الاجتماعية هي التي تمثل 97%. إذن هذه الدعامات لخصت لنا بعض الأسباب الاجتماعية لقيام الثورة الفرنسية. سننتقل إلى دعامة أخرى لنبرز الأسباب الاقتصادية لاندلاع الثورة الفرنسية. إذن الدعامة الأولى هي عبارة عن نص، وفي يوم 19 من ماي 1787، وأثناء الحديث مع أصحاب المانيفاكتورات بمدينة أبيفيل، وجدتهم مستائين من السياسة المتبعة ويدينون بقوة للمعاهدة التجارية الجديدة مع بريطانيا، هي معاهدة 1786، هذه المعاهدة التي لم تكن متكافئة. وفي يوم 22 من غش وبمعرض جبراي بيع ما يساوي 6 مليون فرنك فرنسي من البضائع الإنجليزية. يعني هذه المعاهدة أدت إلى إغراق الأسواق الفرنسية بالمنتوجات الإنجليزية، مما أدى إلى استياء التجار الفرنسيين من هذه المعاهدة. دائما
دائما في إطار أسباب اندلاع الثورة الفرنسية هناك سبب آخر، وهو السبب الثاني المتمثل فيما هو اقتصادي، ومن خلال النص يتبين لنا أن فرنسا سنة 1789 عاشت موسما فلاحيا رديئا نتيجة سوء أحوال المناخ، فقد ارتفع سعر القمح والخبز وبات الفلاحون ينفقون كل أموالهم لأجل شراء الخبز، أما العمال فأصبحوا عرضة للبطالة وحرمهم انعدام الأجور من الحصول أيضا على الخبز، فظهرت في البلاد انتفاضات على مستوى البوادي والمدن. إذن هناك أيضا أسباب أخرى، هي أسباب ليست اقتصادية أو اجتماعية وإنما هي أسباب سياسية، وسنتطرق لهذه الأسباب من خلال دعامة أساسية هي عبارة عن نص يوضح لنا وضعية شخص الملك لويس السادس عشر، حيث نجد من خلال النص أنه كان مترددا متشككا، حيث كان سريع التأثر بالرأي العام وكانت قراراته عبارة عن أخطاء فادحة، وبالتالي كان عرضة لانتقادات متعددة تارة من طرف المحافظين ذوي الامتيازات، وتارة من طرف فلاسفة الأنوار، وتارة من مختلف فئات الشعب الفرنسي. نستخلص مما سبق أن الثورة الفرنسية كانت نتيجة مجموعة من الأسباب، منها ما هو سياسي، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي. فبالنسبة للأسباب الاجتماعية، حيث كان المجتمع الفرنسي يتشكل من ثلاث هيئات: النبلاء، الإكليروس، المستفيدين من عدة امتيازات، ثم الهيئة الثالثة المشكلة من البرجوازية ومن باقي فئات الشعب. الأسباب الاقتصادية، حيث توالت على فرنسا سنوات المحاصيل السيئة، فتأزمت البوادي وانتشرت المجاعة والبطالة بالمدن. أما بخصوص الأسباب السياسية، فتميزت في نظام الحكم في فرنسا قبل الثورة الفرنسية، والذي كان يستحوذ فيه الملك والنبلاء والإكليروس على الحكم في إطار ملكية مطلقة تستند إلى الحق الإلهي، مع عدم وجود دستور يحدد اختصاصات السلطة. إليكم أعزائي التلاميذ المقطع الثاني، والذي يجيب عن إشكالية مراحل الثورة الفرنسية. قد مرت الثورة الفرنسية بثلاث مراحل أساسية. إليكم المرحلة الأولى من سنة 1789 إلى 1792، هذه مرحلة الملكية الدستورية، حيث في هذه المرحلة تم تأسيس الجمعية الوطنية. أما المرحلة الثانية للثورة الفرنسية فقد امتدت من 1792 إلى 1794، هذه المرحلة سميت بالمرحلة الثورية، حيث تم إقامة النظام الجمهوري. أما بخصوص المرحلة الثالثة والأخيرة فقد امتدت من 1794 إلى 1799، هذه مرحلة البرجوازية المعتدلة، حيث تم وضع دستور جديد. إليكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، تفصيلا لهذه المراحل. المرحلة الأولى، والتي امتدت كما أشرنا من 1789 إلى 1792، سميت بالملكية الدستورية أو فترة الملكية الدستورية، تميزت بقيام ممثل الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن لاباستي وإلغاء الحقوق الفيودالية وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.
المرحلة الثانية وامتدت كما أشرنا من 1792 إلى 1794 فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري، حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري. أما المرحلة الثالثة فقد امتدت من 1794 إلى 1799، إنها فترة البرجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت نابليون بونابرت للقيام بانقلاب عسكري وضع حد للثورة وإقامة نظام ديكتاتوري توسعي. إذا كانت هذه هي المراحل الثلاثة لاندلاع الثورة الفرنسية أو التي مرت منها الثورة الفرنسية، فما هي إذن نتائج هذه الثورة، سواء كانت نتائج سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية؟ سنبدأ بالنتيجة الأساسية التي تمثلت في إلغاء دعائم النظام القديم. إلغاء دعائم النظام القديم مس الجانب الإداري ومس أيضا الجانب الاقتصادي كما مس الجانب الاجتماعي. ففي نوفمبر 1789 تمت مصادرة أموال أو أملاك وثروات رجال الدين وجعلها تحت تصرف الدولة، كما تم إقرار الوضعية المدنية لرجال الدين الذين أصبحوا موظفين ويتم انتخابهم. وفي يوليوز 1790 تم على المستوى الإداري تقسيم إداري جديد وفق نظام الأقاليم، نظام جديد موحد للمكاييل والموازين والمقاييس، انتخاب القضاة ورجال السلطة ومجانية القضاء، إقرار الزواج المدني إلى جانب الزواج الديني. وفي مارس 1791 تم إلغاء رسوم الجمركية الداخلية وتوحيد السوق الوطنية وتشجيع الحرية الاقتصادية. وفي يوليوز 1791 تم إلغاء الطوائف المهنية القديمة ومنع قيام التجمعات المهنية. إذن هذه الدعامة الأولى لخصت لنا مجموعة من النتائج. إليكم الدعامة الثانية والمتمثلة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن، والذي تضمن مجموعة من المتغيرات ومجموعة من النتائج التي كان يطمح لها المجتمع الفرنسي. فمن بين النتائج هناك إعطاء مجموعة من الحقوق التي كانت مهضومة لدى المواطن الفرنسي. إذن انطلاقا من هذه الدعامات نكون قد وصلنا إلى أهم النتائج التي أفرزتها الثورة الفرنسية. سنبدأ بالنتائج السياسية التي تتلخص في تعويض النظام الجمهوري للملكية المطلقة، إقرار فصل السلط وفصل الدين عن الدولة، ثم إقرار المساواة وضمان حقوق أو حرية التعبير. إليكم أعزائي التلاميذ أيضا النتائج الاقتصادية التي أفرزتها الثورة الفرنسية، إذ تم القضاء على النظام القديم وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي عبر تحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحفل الحواجز الجمركية الداخلية واعتماد نظام جديد للمكاييل والموازين. أما بخصوص النتائج الاجتماعية فقد تم إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ورجال الدين، إقرار مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية، إقرار الزواج المدني إلى جانب الزواج الديني، ثم توحيد وتعميم اللغة الفرنسية. وهكذا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس، وبالتالي استخلصنا كعصارة أن الثورة الفرنسية مثلت حدثا تاريخيا بارزا في تاريخ فرنسا الحديث وخارجها، حيث تجاوز صداها القارة الأوروبية إلى قارات أخرى. أخيرا نتمنى
أن تكونوا قد استفدتم من هذا التقديم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية، وشكرا. أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، كنا أمام مقطع من مقاطع الزلزالية التي يتعرض لها العالم والتي تخلف خسائر جسيمة، فمرحبا بكم معنا في حلقة من حلقات التعليم عن بعد في لمشاهدة ملف من ملفات الجذع المشترك مادة التاريخ والجغرافيا مكون الجغرافيا المجزوءة الثانية بين التوازن والاختلالات، وبالضبط ملف المنظومة البيئية واختلالاتها، الكوارث الطبيعية، نموذج الزلزال بالمغرب. فالزلازل تعد من أكثر الكوارث الطبيعية خسارة، يعني تؤدي إلى خسائر جسيمة سواء على مستوى الأرواح أو الخسائر المادية وكذلك حتى الخسائر الاقتصادية، والمغرب من البلدان التي تعرضت لمثل هذه الكوارث الطبيعية، وبالتالي سنعالج هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور أساسية: مظاهر الزلزالية بالمغرب، أسبابها، ثم كذلك التدابير المتخذة للتخفيف من حدتها. وعليه فالزلازل تعد كما أشرنا من أخطر الكوارث الطبيعية، تلحق أضرارا بليغة بالأرواح والمنشآت ومورفولوجية الأرض خلال مدة وجيزة. والمغرب كغيره من بلدان العالم تعرض لسلسلة من الزلازل، كان أخطرها زلزال أكادير سنة 1960 وزلزال الحسيمة سنة 2004. فما أهم الزلازل التي عرفها المغرب وما العوامل المفسرة لها؟ ثم ما هي تدابير التخفيف من آثارها؟ سنبدأ بالمقطع الأول والذي يعالج أهم الظواهر الزلزالية بالمغرب من خلال دعامات تربوية. فسنبدأ بهذه الوثيقة التي تبين لنا أهم الظواهر الزلزالية بالمغرب، هي عبارة عن جدول يعطينا مجموعة من التواريخ، مجموعة من الأحداث الزلزالية بالمغرب ما بين 881 إلى 2004، ونقصد بذلك زلزال الحسيمة. إذا تطرقنا لخانة شدة الزلازل نجد أنها هناك عدم تكافؤ، هناك تفاوت في حدة وشدة الزلازل، إذ كان كما أشرنا أخطرها زلزال الحسيمة وكذلك زلزال أكادير. إليكم أعزائي التلاميذ دعامة أخرى سنرى من خلالها، وهي عبارة عن نصين. هنا صورة أمامكم، صورة توضح لنا مقطع من مقاطع زلزال مدينة الحسيمة، حيث تظهر علامات الدمار والخراب للمنشآت، للبنايات، قد تكون بنايات أو منشآت اقتصادية. هناك أيضا صورة أخرى توضح لنا خسائر على مستوى البنيات، تشققات، دمار وخراب التي تدخل في إطار الخسائر المادية. فالنص الأول يتحدث أن في 29 من فبراير على الساعة 11:40 بالتوقيت المحلي، تعرضت مدينة أكادير وضاحيتها لهزة أرضية قوية خلفت ما يزيد عن 12,000 من الضحايا، قتلى، جرحى، مفقودين، معطوبين، كما تعرضت أيضا أكثر من 75 من البنايات كما رأينا من خلال الصور بالمدينة للتحطيم. وقد بلغت شدة هذا الزلزال 10 درجات حسب مقياس MSK، وتلت مجموعة من الاهتزازات الأرضية
الخفيفة. إذن هنا إشارة إلى الخسائر المادية والخسائر البشرية التي سببها زلزال الحسيمة، كما أشار أيضا إلى مقياس من مقاييس الزلازل وهو مقياس إميسكا. إذن ننتقل إلى النص الثاني، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2004 على الساعة 2:00 صباحا، تعرضت منطقة الحسيمة لهزة قوية وخاصة بالمناطق القروية، طبعا حيث هشاشت البناء بقوة 6.3 على سلم ريشتر، ويعتبر زلزال الحسيمة أخطر الزلازل بعد زلزال أكادير، حيث أدى إلى خسائر بشرية أدت إلى أزيد من 628 قتيل وإصابة 926 بجروح بليغة وأزيد من 15230 بدون مأوى، كما أدى إلى انهيار حوالي 2539 منزل، من بينها 2498 بالوسط الريفي، وهذا بسبب كما أشرنا هشاشة البناء بالعالم القروي. إذا لاحظنا أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات كيف أن الزلزال أو مجموعة من الزلازل التي تعرض لها المغرب قد أدت إلى دمار وخراب شامل، وكانت أخطر هذه الزلازل كما أشرنا زلزال الحسيمة وزلزال أكادير، وذلك على أساس مقياس إميسكا أو مقياس ريتشر. سنتطرق أعزائي التلاميذ إلى تواريخ الزلازل في المغرب من خلال أن المغرب عرف عدة زلازل كخلاصة أو عصارة للدعامات التي تطرقنا إليها، كما أشر من أخطرها كان زلزال أكادير وبالضبط سنة 1960، والذي خلف أضرارا بشرية ومادية كبيرة، وزلزال 1969 الذي ضرب كل البلاد وخلف عشرات القتلى والجرحى، وكان آخرها زلزال مدينة الحسيمة سنة 2004 الذي تسبب أيضا في خسائر مادية وبشرية كبيرة، مما أثر على الاستقرار البشري بالمدينة والإقليم. أعزائي التلاميذ، قد تعرضنا إلى مظاهر الزلازل التي عرفها المغرب وأشرنا بالضبط إلى زلزال الحسيمة وأكادير، سننتقل بكم إلى محور آخر أو الإجابة عن إشكالية أخرى، وهي تفسير الظاهرة الزلزالية بالمغرب. معنى ما العوامل المفسرة لحدوث الزلازل بالمغرب؟ إذا نحن أمام خريطة تبرز لنا الظاهرة الزلزالية بالمغرب. من خلال هذه الدعامة نلاحظ أن المناطق بالمغرب هي متفاوتة من حيث شدة الزلازل، فهناك منطقة ذات زلزالية جد ضعيفة، منطقة ذات زلزالية ضعيفة، وهناك منطقة أخرى ذات زلزالية معتدلة. إذا هناك تفاوت على مستوى هذه المناطق الزلزالية، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل أبرزها موقع المغرب، فحيث يوجد المغرب في منطقة عدم استقرار زلزالية، فهو ينتمي إلى حوض البحر المتوسط الذي عرف زلازل قوية خلال التاريخ، وإلى منطقة تتأثر بالدرع الأطلسي. اتفق الدارسون على أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو عبارة عن منطقة اصطدام بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية، لا يتجاوز التقارب بين الصفيحتين سوى نصف سنتيمتر في السنة عند جبل طارق، ولكن ذلك كان كافيا لبلورة نشاط زلزالي مهم. أما الزلازل الصادرة عن الدرع الأطلسي فهي لا تؤثر مباشرة على المغرب، ولكن قوتها قد تصل إلى السواحل المغربية رغما عن بعد بؤرها. تاريخ الزلازل بالمغرب، انطلاقا مما دونه المؤرخون، واستطاع الدارسون المغاربة أن يستنتجوا من الوصف التاريخي شدة تلك الزلازل على سلم MKS.
إذا لاحظنا من أسباب الظاهرة الزلزالية كان هناك سببا رئيسيا هو موقع المغرب في منطقة تعرف عدم استقرار الزلزالية. إذا أعزائي التلاميذ سننتقل إلى خلاصة لتفسير الظاهرة الزلزالية بالمغرب. فقد أشرنا إلى كون أن موقع المغرب المنفتح على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعله في منطقة انتقاء الصفائح، مما يعرضه من حين لآخر لهزات زلزالية تختلف درجاتها حسب القرب أو البعد من البؤرة. كما يقع المغرب في منطقة تماس الصفائح وتحت تأثير صفيحة الدرع الأطلسي، لكن تأثيراتها لا تتجاوز السواحل. كما يتأثر المغرب في منطقة حوض البحر المتوسط بالتقاء الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية. هكذا نكون قد تطرقنا لأهم الأسباب المفسرة للظاهرة الزلزالية بالمغرب. ننتقل إلى آخر محور أو مقطع تعلمي، وهو التدابير والإجراءات الضرورية ليس لتفادي الزلازل، ولكن فقط للتخفيف من أثر هذه الزلازل، لكون الزلزال عبارة عن كارثة طبيعية. إذا نحن أمام دعامة تبرز لنا بعض المقاييس للزلازل. سنبدأ بمقياس أو ما يسمى بسلم MSK، وهو استعمل في قياس الزلازل منذ 1902، سلم ميركالي الذي يتكون من 12 درجة تركز على قياس شدة الخسائر الناتجة عن الزلازل. وفي سنة 1964 تم التعديلات على هذا السلم من طرف مجموعة من المتخصصين، من أبرزهم ميدفيدي وكذلك سبونور وكذلك كارنيك. هؤلاء الأحرف الأولى من اسم هؤلاء المتخصصين منه شق اسم السلم وهو MSK. إذا نلاحظ أن هذا السلم يتشكل من 12 درجة، كلما زادت عدد الدرجات كلما كانت هناك خطورة وكانت هناك خسائر مادية وبشرية جسيمة. فالدرجة الأولى هي فقط عبارة عن هزة يمكن أن لا يشعر بها السكان، في حين الدرجة 12 يمكن أن تغير المشهد الجغرافي من حدة الخسائر ومن حدة التخريب والدمار الشامل. إذا نلاحظ كلما ارتفع السلم كلما كانت هناك خسائر فادحة. فلاحظنا أن الدرجة الأولى من السلم يمكن أن لا يشعر السكان بهذه الهزة الأرضية، في حين نجد العكس أن كلما ارتفع السلم كلما كانت هناك خسائر فادحة، دمار وخراب شامل للمنشآت، خسائر بشرية، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير المشهد الجغرافي. إذا هنا أعزائي التلاميذ وثيقة أو دعامة أخرى، هذه الدعامة تبرز لنا فرقا بسيطا ما بين سلم MSK الذي أشرنا إليه أعلاه وسلم ريتشر. فإذا كان سلم MSK يتكون من 12 درجة في حين نجد سلم ريتشر فقط 9 درجات، وكلاهما يتم الاعتماد عليهما في قياس درجة أو شدة الزلزال. إذن سننتقل إلى خلاصة وعصارة لما رأيناه بخصوص السلاليم المستعملة في قياس شدة الزلازل. فقد استعمل سلم ميركالي لقياس الزلازل منذ 1902، ويتكون كما أشرنا من 12 درجة تقيس شدة الخسائر الناتجة عن الزلازل. في سنة 1964 أدخلت تعديلات على هذا السلم من طرف ميدفيديف وكذلك سبونور وكذلك كارنيك، فأصبح يسمى MSK اختصارا للأحرف الأولى من أسماء هؤلاء المتخصصين. كما استعمل في قياس الزلزال مقياس
ريشتر الذي وضعه الأمريكي والذي يحمل اسمه ريشتر سنة 1935، ويعتمد على حساب الطاقة المحررة أثناء الزلزال، وهو أكثر دقة من سلم MSK. إذن الفرق بين السلم الأول والسلم الثاني هو أن السلم الأول يعتمد على قياس شدة الخسائر الناتجة عن الحرب، في حين السلم الثاني يعتمد على حساب الطاقة المحررة أثناء الزلزال. إذن انتهينا من السلاليم المستعملة في قياس الزلازل، سوف ننتقل إلى التدابير المتخذة للتخفيف من حدة هذه الكارثة الطبيعية وهي الزلزال، حتى نتفادى خسائر فادحة، سواء خسائر بشرية أو خسائر مادية. إذن هناك مجموعة من الإجراءات سنستخلصها من خلال هذه الدعامة التعلمية، فأحسن نصيحة هي المحافظة أولا على الهدوء. تطرقنا إلى ذلك المقتطف من الفيديو الذي يصور لنا زلزالا حصل في منطقة من مناطق العالم. لاحظنا الذعر والخوف الذي كان في نفوس الذين حضروا وشاهدوا هذا الزلزال، وهذا ليس في صالحهم. فإن كنت خارجا ابقى مبتعدا عن كل ما من شأنه أن يهوي، أن يسقط من مركبات البناء، من أسلاك كهربائية، لأن في ذلك خطورة. إن كنت في مبنى من المباني ابقى داخله، لأن كثيرا من الناس يصابون عند الخروج أو الدخول. احتمي بما هو صلب في الغرفة، كمثلا باب، كمائدة، ككرسي للوقاية من سقوط المصابيح وكذلك السقوف. ابتعد عن النوافذ، ابتعد عن الأبواب الخارجية، غادر المبنى بمجرد توقف الهزات. وإذا أصيب المبنى لا أعود إليه لتلافي الهزات الراجعة التي غالبا ما تكون كثيرة بعد الهزة الرئيسية، وتكون أحيانا بنفس الشدة. ومن بين الإجراءات الوقائية أيضا هناك إحداث مراصد للتنبؤ بالزلازل. إن البحوث المتعلقة باتقاء الزلازل مبنية على تحليل التسجيلات التي تنجز في مراصد الزلازل المثبتة في أنحاء العالم، والتي ما زال عددها يتكاثر. وتهدف هذه البحوث إلى هدفين متكاملين، الغرض منهما تقليل أخطار الزلازل إلى أبعد حد، وهدف آخر هو هذان الهدفان هما توقع الزلازل أو التنبؤ بها قبل وقوعها، اتقاء آثارها وما تسببه من تخريب. وإذا نظرنا إلى حصيلة التقدم الذي أنجز في هذين الميدانين في بلدان معرضة للزلازل، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، لاحظنا أن التنبؤ بمعناه الدقيق ما يزال أمرا غير محقق. أما في المغرب فقد شرع في مثل هذه التسجيلات منذ 1936 في مرصد ابن رشد التابع للمعهد العلمي، وقد أقيمت عدة مراصد في جميع أنحاء المغرب منذ 1964. ويقوم فريق من الباحثين المغاربة باستمرار بقراءة التسجيلات، قراءة أولية، وبتسجيل المعلومات على خرائط الزلازل لتعميم الاتصال بالمراكز الدولية. إذن دائما في إطار التدابير المتخذة للتخفيف من حدة الزلازل، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نخلص إلى مجموعة من الإجراءات الأساسية التي يمكن أو التي يجب أن يتم الالتزام بها. أولها المحافظة على الهدوء، ثانيها الابتعاد عن مركبات البناء والأسلاك الكهربائية، ثم الاحتماء بما هو صلب بالباب أو مائدة أو كرسي، عدم الخروج من المبنى إلا بعد توقف الهزة،
إحداث مراصد للتنبؤ بالزلازل، إحداث قانون البناء المضاد للزلازل تحت إشراف علماء الجيوفيزياء والمهندسين المعماريين. هذه إجراءات كفيلة للتخفيف من حدة هذه الخسائر الجسيمة التي تؤدي إليها أي كارثة طبيعية. أعزائي التلاميذ، وصلنا إلى الخاتمة والتي من خلالها استنتجنا أن الزلازل تعد من أخطر الكوارث الطبيعية وأكثرها تأثيرا على الحياة البشرية والبيئية، لذلك يفرض الأمر اتخاذ إجراءات عملية لمواجهتها والتخفيف من أخطارها. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، قد ختمنا هذا الملف، راجينا من الله أن تستفيدوا، ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق ومزيدا من النجاح، والسلام عليكم.